على سيميلود اللي تنخدم في هذه البلاصه 92. دابا راه تبارك الله عندي 25 عام في هذه البلاصه هذه وخدام الحمد لله ما خاصنا حتى خير. الملايين ديال الصبابط اللي سيريت في هذه البلاصه هذه والملايين راه الملايين حتى ديال الفلوس راه صورنا. نعرف النفسيه ديال بنادم عام الصباط ديالو. انا مثلا نشوف الصباط ديال الانسان ونشوف ليه في وجهه تنعرفوا انسان اما قلبه بيض ولا قلبه كحل. واش غنقول لك كاين دابا اللي تيكون كاع صباطو كاع عامر كله عام سمار وتيكون قلبه مزيان، وكاين اللي صباطو جديد وقلبه كحل. ولي الناس ما مقادينش، كل واحد والظروف ديالو. ودابا هاد الحريفه هذه الحمد لله راه ساترينا. كاينين الناس الكرامة اللي تيكرمونا والحمد لله بلا ما نقول سميتهم راه الله يخليهم لينا تا هما والله يخرج تربيتهم على خير. ما كاينش الاحتقار من غير اللي بغى يحتكر شي واحد نفسه، حيت النفس ديال الانسان هي اللي تتقودو تتقودو اما الطريق المزيانه ولا الطريق العيانه. عندي بنيه دابا انا كنت فد تزوجت المراه الاولى وكانت مات ليا بحادثه السير حيت كانت دعاتني على النفقه ومشيت دعيت فيها عند الله والله راه تخلص منها. ماتت بحديده السير وكانت باقا ما مطلقاش وجاب الله شي تقرقيبه ودابا راه تزوجت راه عندي بنيه سميتها مروه. انا سعيد وانتم سعاده الحمد لله والسعاده السعاده لكل شيء نبغيوها لجميع الدول المغرب اوروبا اي دوله بغينا لها السعاده ما بغيناش لها المشاكل. هذه الخدمه هذه انا شفتها في تركيا، انا كنت في تركيا. هذه دابا ملي كان يلاه بدات شي مشاكل ديال العراق مشيت لتركيا. اختاريتها مشيت دوزت واحد 20 يوم في طنجه. اييه درت الربيعه ودوزت واحد 20 يوم تما وشويه ملي تساريت مع راساتي وشبعت دوران في الزنقه جيت بحالي لهنا القنيطره حتى انا تزدت هنا وبديت في هذه الحرفه تندور شويه ولا نريح هنا. هذه الحرفه هذه شريفه. تتمسح قال لك الصبيبطات ديالهم وتجيب لك الله التيسير وتا هما تيقدروك تيحشموا تيتهلاو فينا. هذا درتو على الناس اللي تيحشموا اللي تيمساكين تيبغوا يسيروا صبابطهم وتيحشم يشوفوا شي واحد ويقول راه تيتفلعص. هو ماشي تيتفلعص، هو تيعاون الدرويش. تيجيو شخصيات من الرباط من كازا وزاره تيجيو يسيروا عندي العيال تا هما تيجيو عندي. ايه وتيجلسوا في هذا المكان ومدرقين الحمد لله والامور تدوز بخير. نساره كاع نساره تيجيو يسيروا عندي وفايت نداو التصويرات صوروا معايا هنا تيسيريو وداك الشيء. هي والحرفه منظمها الحمد لله ما كاينش عندنا الحمد لله ما تنكمي ما تنشرب الحمد لله تنخدم على الحلال. رزق بيدي الله انا تيجيب لي الله في النهار 100 درهم وربي تيسهل لي في ديك البركه تنديها قليله ولا كثيره وتجيب الله التيسير. اليد احسن من الماكينه. الماكينه لا، الماكينه عاد تتلوح عليها الفلوس تتخشي صباط. هذه لا، هذه تتعرف الكليان وتقدر بحاجه عاوتاني الكليان تدير ليه المساج رجليه تيرتاح تيكون مسكين عنده شي عرق مبوشي ولا شي حاجه ماشي هذيك وتتسرع حاله عب هذيك اليد. تنحس راسي دابا انا هو المعلم. انا عندي دابا راحتي مريح بحال مريح في المحل ديالي، جلسه مزيانه وكرسي نقي وكل شيء نقي وتا الشارع ديالنا نقي الحمد لله. والحمد لله كل واحد راه عايش وكل واحد راه يسلك الامور ديالو بخير. قبل
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.